يبدو أن حمى الحملة الانتخابية قد أصابت جسد الموالاة بدليل ارتفاع حدة التصريحات والتصريحات المضادة بين الغريمين السياسيين حزب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني. الأمين العام الألندي يعتبر التلاشق بين حزبه والأفلان بالأمر الطبيعي، مشبها المنافسة في الحملة الانتخابية بالدرب العاصمي. أن حزب جبهة التحرير الوطني كما قلتها في عدة مناسبات حليفنا استراتيجي. الآن كي نروحوا المباراة كما نداروا نقول كذلك هم المولودية وإحنا اللي يسمعوا. وفي المقابل اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس هجوم وانتقادات أويحيى ضد الأفلان بمثابة شتم للثورة وتهجم على الثوار والمجاهدين. كل المترشحين ولكن بالمقابل تحترمنا، تحترم الأفلان لأن الأفلان هو الدولة الجزائرية وما يصنع التاريخ. يعني جو حق الضالي هنا باش يشوفوا حزبنا. ارتفاع حدة السجال بين حزبي السلطة في عز الحملة الانتخابية مؤشر لبداية فص جديد من الشد والجذب من أجل الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان وسط تخوف أحزاب الموالاة والسلطة معا من شبح العزوف.